السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا شرح جديد وفيديو جديد هنشوف فيه طريقة تحميل وتركيب التحديث الثالث من الإصدار الخامس لباتش البيس بروفيشنال 2019 لبيس 17. في البداية دي صفحتنا على الفيسبوك، ابدأ ادخل اعمل لايك واعمل متابعة للصفحة. لو عندك مشكلة وعندك اي استفسار ابدأ ابعت لنا على رسائل الصفحة. ودي قناتنا على اليوتيوب، لو اول مره تشوفنا واول مره تتابعنا ابدأ اعمل اشتراك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده باذن الله. في البدايه ما تنساش لايك وسبسكرايب، عاوزين نوصل لل 5000 مشترك قبل نهايه السنه. النهارده معانا التحديث الثالث من الاصدار الخامس لباتش البيس بروفيشنال 2019 لبيس 17. طبعا الابديت ده مهتم اكتر بكاس الامم الافريقيه مصر 2019 وكمان اضاف كوبا امريكا البرازيل 2019. يلا بينا نروح نشوف اهم مميزات التحديث. قبل مميزات التحديث هيبقى عندنا شويه تنبيهات كده. اول حاجه ان لازم يبقى عندك التحديث الاول والتحديث الثاني عشان تقدر تحط التحديث الثالث بكل سهوله وما يحصلش معاك اي مشكله. طبعا التحديث ده موجود فيه بطولة الأمم الأفريقية وبطولة كوبا أمريكا، وكل واحدة ليها مود خاص بيها، يعني هيبقى فيه 3 خيارات في السيلكتور تقدر تختار المود اللي أنت عاوزه، إذا كان كأس الأمم الأفريقية أو كأس كوبا أمريكا أو المود الافتراضي عشان تلعب ماستر ليج أو كون أسطورة أو مباريات ودية. ركز معايا في الحتة دي، يعني أنت أما تختار مود كأس الأمم الأفريقية، أنت هتلعب بطولة كأس الأمم الأفريقية الجديدة اللي هي تصفيات ومجموعات، وتبدأ تعدي دور المجموعات وتدخل ربع نهائي ونص نهائي والنهائي، ونفس الحال لمود كوبا أمريكا. لو عايز الوضع الافتراضي عشان تلعب ماستر ليج او كون اسطوره او مباريات وديه لازم تختار المود الافتراضي، يعني ما تختارش مود كاس الامم الافريقيه وتروح تخش الماستر ليج وتلعب كون اسطوره او ماتشات وديه، اللعبه ممكن يحصل فيها مشاكل معاك. طبعا التحديث خرافي بمعنى الكلمه. ندخل على المميزات على طول. تصحيح مشكله اللاعبين الكلاسيكيين وظهورهم في الماستر ليج، تصحيح مشكله ظهور فرق اوروبيه في كاس الليبرتادوريس، اضافه بطوله كاس الامم الافريقيه مصر 2019 بنظام المجموعات وصعود افضل توالد، بالاضافه لجرافيك البطوله والكاس والسكور بورد كله كامل. هتلاقي بطوله افريقيا كامله معاك في الباتش، اضافه جميع المنتخبات الافريقيه المشاركه في البطوله، وكمان اضافه احدث قوائم المنتخبات الافريقيه، واضافه الاناشيد الوطنيه للمنتخبات بما فيها المنتخبات الافريقيه المضافه، واضافه مود بطوله كوبا امريكا والجرافيك والكاس والسكور بورد الخاصه بيها، اضافه جميع الملاعب المصريه المستضيفه لبطوله كاس الامم الافريقيه زي استاد اسكندريه، الدفاع الجوي، القاهره، استاد السويس، واستاد الاسماعيليه، واستاد السلام، اضافه الانتقالات الصيفيه كامله 2019، وكمان مميزات ثانيه كتير هنبدا نشوفها بنفسنا في التحديث الشرح التوضيحي باذن الله. بعد ما شفنا مميزات التحديث هنروح نشوف صور من الباتش. هيبقى معانا ملاعب البطوله الافريقيه كامله، ده استاد القاهره الدولي الجديد، وكمان استاد الدفاع الجوي، واستاد السلام، واستاد السويس الجديد، وده سكور بورد البطوله الافريقيه، وده طبعا القوائم الخاصه ببطوله افريقيا، وده طبعا القوائم الجديده كامله للمنتخبات السكواد كامل، وده تغيير في الجرافيك الخاص باللعبه، وده طبعا البطوله من جوه بصراحه جميله جدا، وده كاس البطوله هتلاقيه موجود في اللعبه. لو لعبت النهائي وخدت الكاس هيبدا يجي معاك الكاس بالصوره دي. ودي طبعا كوبا امريكا هيبقى ليها برضو موجود مود كامل، هتبدا تلعب برضو بالقوائم كلها الجديده بتاعت كوبا امريكا 2019. وده طبعا اهم حاجه الانتقالات الصيفيه الاخيره، هتلاقي ديونج في برشلونه وهازارد في ريال مدريد. كده خلصنا اهم مميزات التحديث، هنروح نشوف طريقه التحميل. خليكم معانا. هيبقى عندنا رابط واحد بالطريقه دي، هنبدا ناخده كوبي، هنفتحه هنا ونعمل بيست في الشريط اللي فوق هنا، بيست اند جو، هيبدا يحولنا على الصفحه اللي احنا عارفينها. طبعا هننزل تحت ونستنى اما يجي لك انا لست برنامج روبوت، هتضغط انا لست برنامج روبوت لحد ما يعلم علامه صح. اول ما يعلم علامة صح هتبدا تضغط على كونتينيو. لو طلع لك اي اعلان زي ده ابدا اقفله، هيحولك على الصفحه الثانيه، تستنى 6 ثواني، واول ما يخلص 6 ثواني هتبدا تضغط على جيت لينك. كده خلص معانا الست ثواني بالطريقه دي، هنبدا نضغط على جيت لينك، هيبدا يحولك على الصفحه اللي بعد كده، هتضغط انا لست برنامج روبوت، هتضغط على سبميت، هيبدا يحولك على الصفحه الثانيه، تضغط على سكيب اد، هيبدا يحولك على موقع التحميل، وهيبقى عندك التحديث حجمه 600 ميجا تقريبا. كده خلصنا طريقه التحميل، هنروح نشوف طريقه التركيب. خليكم معانا. بعد التحميل هينزل معاك ملف مضغوط بالطريقه دي، هتبدا تفك الضغط عنه وتعمل اكستراكت كتير، هيبدا يفك معاك عادي جدا، تسيبه براحته اما يخلص خالص. هيخلص معانا بالطريقه دي. بعد ما يخلص هتدخل على الملف، هتلاقي التحديث فوق هنا، هتبدا تفتح التحديث، هيفتح معاك التحديث بالطريقه دي، هتبدا تضغط على نيكست وتختار مكان اللعبه. كده خلاص انا اخترت مكان اللعبه، ولكن انا ما عنديش مساحه، فانت تبدا تعمل نيكست وهيبدا يثبت معاك عادي جدا مفيش اي مشكله.
بعد ما يخلص تثبيت على اللعبه هتبدا تفتح السلكتور الخاص باللعبه. هنشوف الجديد اللي بقى موجود في السلكتور. هنلاقي طبعا خلفيه استاد القاهره موجوده. اول حاجه هتعملها هنا هتبدا تروح عند اون وتفتح الاستادات المصريه، وبعدين اديت مود بلاير انيميشن هتبدا تفتحه برده وتعمل اون وتضغط على اوكي. دي طبعا هتلاقيها مقفوله، سيبها مقفوله زي ما هي لانها ممكن تعمل مشاكل مع المود، هم كده كده قافلينها يعني. هتروح عند الارضيات، هنلاقي الاربع ارضيات زي ما هم لسه ما اتغيروش، وهنسيب دي شويه وهنرجع لها تاني عشان نروح نشوف الكاب مود. دي اهم حاجه اتضافت في السلكتور. هتلاقي هنا كاس الامم الافريقيه مصر 2019، وهنا كوبا امريكا برازيل 2019، وده طبعا الديفولت مود اللي ممكن تلعب عليه ماستر ليج او كون اسطوره او ماتشات عاديه. هتلاقي الثلاث مودات معاك هنا، تبدا تختار المود اللي انت عاوزه. طبعا انا هختار مود كاس الامم الافريقيه، هبدا اضغط على ابلاي واستنى لغايه اما يجي لي رساله تاكيد. جالي رساله التاكيد ان هي اتفعلت، هنبدا نضغط على اوكي. خلاص كده احنا فعلنا بطوله الامم الافريقيه مصر 2019. هنرجع تاني لاهم حاجه، نختار الاوبشن فايل ونستنى هنا شويه. هقول لك على المشكله اللي ممكن تواجهك لما تختار مثلا اوبشن فايل كده وتضغط على يس وتبدا تدخل اللعبه. هتبدا تدخل اللعبه عادي جدا. لو مثلا انت عندك اوبشن فايل قديم هتلاقي الجرافيكس مظبوط وكل حاجه مظبوطه. تبدا تدخل على البطوله زي ما احنا شايفين كده، تبدا تختار جديد، تبدا تعمل بطوله جديده، تختار الفرقه اللي انت عايزها. هنا المشكله انك هتشوف ان المجموعات فاضيه، هتلاقي المجموعات فاضيه وان المنتخبات مش كامله، يعني البطوله هتبقى ملخبطه وبشكل كبير ومش هتبقى كويسه خالص. فانا هقول لك على الطريقه الصح اللي تبدا تثبت بيها الاوبشن فايل عشان تبدا البطوله تشتغل معاك عادي جدا. ركز معايا في الحته دي. اول حاجه هتعملها هتروح على الديكومنتس وهتدخل على الكونامي، تدخل على البيس 17، هتدخل على ملف السيف، هتروح تمسح ملف الايديت 000 جنبها زيروات كتير كده، هتبدا تروح تمسحه وتعمل كده كليك يمين وديليت، هيبدا يتمسح معاك. بعدين هتعمل ايه؟ هتبدا ترجع تاني ملف اللعبه، هتبدا تدخل على البيس بروفيشنال سيلكتور بالطريقه دي، بعدين هتروح على المود، بعدين تدخل على الكاب مود، هتبدا تاخد الملف الخاص ببطوله افريقيا وتبدا تاخد ملف الايديت من هنا كوبي، هتروح على الديكومنتس وتبدا تفتح كونامي بيس 17، تبدا تخش على السيف، تبدا تعمل بيست هنا. وبص هقول لك طريقه من الاخر عشان الناس ما بتحبش توجع دماغها، انا عارف. انا هبدا ارفع لك الاوبشن فايل الخاص بالبطوله او المظبوط، هتبدا تحمله وتبدا تفك الضغط عنه وتحطه في الدوكيومنتس الخاصه بيه لو مش عاوز توجع دماغك في كل ده. كده شفنا طريقه حل المشكله. هنبدا نرجع تاني للسلكتور ونشوف اهم الحاجات اللي فيه. هنبدا نروح على اداه التفعيل ونبدا نرتب الباتش عادي جدا زي كل مره. فتحت معانا اداه التفعيل بالطريقه دي، هنبدا نروح على نو دي ال سي، اهم حاجه هنا نعمل نو دي ال سي. بعدين تبدا ترتب الباتش بالطريقه الصح، هيبقى الترتيب بالطريقه دي، الداتا باك 1 و2 و3، بعدين باتش فيس كيتس اكسسوارز ستاديوم مينيوز بادي ستايل ميني فيسز الابديت 5.1، بعدين البيتش الارضيات، بعدين الكلاسيكس تحديث 5.2 وال 5.3، وكمان الكاب مود. هتبدا بعد ما تخلص الترتيب تبدا تضغط على جنريت دي بي فايل ليست واوكي. كده خلصنا كل حاجه، مش مستنيين الا اننا نروح نشوف شرح توضيحي لاهم مميزات التحديث. خليكم معانا.
كده يبقى وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده. شير لايك سبسكرايب فعل زر الجرس وما تنساش كل يوم فيديو جديد وكل يوم اضافه جديده. استنونا. سلام.